صفحه قويه بطل تعلم انجليزي، توقف عن تعلم الانجليزي، وبطل حفظ كلمات انجليزي. عايز تبقى كويس في الانجليزي، لان ده طبعا هيزود معارفك وهيزود المدارك بتاعتك. اغلب العلوم موجوده بالانجليزي، فاحسن حاجه ان انت تمارس الانجليزي، تتعلم انجليزي، يعني طول الوقت تتكلم مع زمالك بالانجليزي في الامور الحياتيه العاديه. شوف كم واحد صحابك تتكلم معاهم، لو بتتفرج على اي فيلم الغي الترجمه العربي، خلي الترجمه انجليزي او من غير ترجمه، وثق ان انت لو من غير ترجمه هتبدا تفهم. حتى لو اتفرجت على الفيلم وما فهمتش حاجه منه، اتفرج على نفس الفيلم تاني هتفهم منه بس 50%، وده تحسين الكرتون لان هم بيتكلموا بالراحه، فتلاقي الموضوع سهل وبسيط. انا برضو قعدت جبت كام فيلم كده، قعدت اتفرجت عليهم من غير ترجمه، وحاسس ان الموضوع في الاول صعب، بس لقيت من اول فيلم الموضوع بدات انت تفهم ايه اللي بيحصل في الفيلم. حاول تسمع الراديو انجليزي لو انت بتقرا اي روايات او بتقرا اي اخبار، اقراها بالانجليزي. بالممارسه ال 24 ساعه في اليوم بتحتك بكلام انجليزي، بتحتك بسمع انجليزي، بتتكلم انت انجليزي، هتلاقي نفسك بقيت بتتكلم انجليزي بالكامل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.